شهيد بالروح بالدم نفديك يا 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 شهيد زاد مظلوم وغيره الأرض حرية الأرض والإنسان معا. إنه في فترة قصيرة استطاع أن يصل إلى مراتب الخلود ومراتب العزة والشرف. من هذه الخيمة، خيمة العزة والشرف، خيمة بناء الحرية، نوجه رسالة إلى كل من يحاول العبث والنيل من حرية أرضنا وشعبنا، بأن نقول له إن أيديكم الغادرة هي أيدي ملطخة بالدماء، ونحن نهى بالمرصاد في هذا المكان، مكان العزة والشرف. الآن نودع زهرة من زهرات شباب هذا الوطن، وودعناه قبل أمس إلى مثواه الأخير، مثوى العزة والشرف في مزار الشهداء، مزار أكرم الأكرمين. التضحية والفداء، وهذا ما يقوم بتلبيته شبابنا من خلال الانضمام للقوات العسكرية للدفاع عن أرضهم وشعبهم، ونعاهدهم بأننا سنبقى على الأرض مخرزا في وجه المخربين والطامعين، ونعاهد عائلة الشهيد بأننا سنبقى نسير على نهج المقاومة والشهداء. الرحمة لشهدائنا الأبرار جميعا، ونقول لهم أهلا وسهلا، ونعزي أنفسنا ونعزي عوائل الشهيد. أيها الأخوة، الشهادة عز وفخر لنا وإلى جميع البشر، ونقول أنا أحب دائما أن أوجه هذه الكلمة وأقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، الكل يعرف أن سوريا هي أرض الشعب السوري ووطنه، ومنها نبت وعليها ثبت ولها انتمى وبها ارتبط. واسم الحركي لونس الحميس، الاسم والنسبة فارس حامد صفور، اسم الام صباح، اسم الاب حامد، مكان وتاريخ الولادة تلحميس 5/1/2000، مكان وتاريخ الانتساب الهول 8/10/2023، مكان وتاريخ الاستشهاد دير الزور 29/10/2023. يا شهيد بالروح بالدم نفديك، يا شهيد بالروح